أسبوع واحد مر على انطلاقة الأولمبياد، والصراع لا زال على أشده من أجل حصد المعدن النفيس، مع بروز القوى التقليدية المسيطرة على الذهب كالولايات المتحدة الأمريكية والصين. فهيمنة أبناء العام سام تواصلت في منافسات السباحة، عندما تمكن السباح المخضرم أنتوني إيرفين من الفوز بسباق 50 متر حرة للرجال، متفوقا على الفرنسي مانودو صاحب الفضية وزميله الأمريكي ناتان أدريان حامل البرونزية. ومنع السنغافوري جوزيف سكولينغ أسطورة السباحة العالمي مايكل فيلبس من تحقيق ذهبيته الخامسة، عندما احتل المركز الأول في سباق 100 متر فراشة، بانحا بلاده أول ذهبية بريو، فيما تساوى فيلبس مع الجنوب الإفريقي تشاد لوكلو والمجري لازفلو تشي. في الألعاب المائية دوما، حققت الأمريكية كايتي ليديكي في سباق 800 متر سباق حرة سيدات رقما أولمبيا جديدا في ظرف زمني بلغ 8 دقائق و4 ثواني و79 جزءا من المئة، محققة ذهبيتها الرابعة، فيما آلت الفضية للبريطانية جاز كارلين والبرونزية للمجرية بوجلاركا كاباش. في رياضة الجودو، أوقفت فرنسا النجاح المتواصل لليابانيين في دورة ريو، عندما نجح الفرنسي تيدي رينر بإحراز ذهبية وزن فوق 100 كيلوغرام بعد تغلبه على الياباني هيسايوشي هاراساو الذي اكتفى بالفضية، والبرونزية تقسمها كل من البرازيلي رافائيل سيلفا والإسرائيلي أورساسون. ونسجت المصارعة الفرنسية إيميلي إنديول على نفس منوال مواطنها بتفوقها على الكوبية أيداليز أورتيز في نهائي وزن فوق 78 كيلوغرام. أما البرونزية فكانت من نصيب كل من اليابانية كانايا مابي والصينية سونغيو. في رياضة رفع الأثقال، حطم الإيراني كيانوش روستومي رقمه العالمي محرزا ذهبية وزن 85 كيلوغرام بعد أن رفع 217 كيلوغرام في المحاولة الأخيرة، ليمنح إيران الذهبية الأولمبية الأولى بريو، متقدما على الصيني تيان تياو الذي نال الميدالية الفضية وصاحب النحاسية الروماني غابرييل سينكاريان. وفي نفس المنافسات، نجحت الرباعة الكورية الشمالية جونغ سينغ ريم من إحراز المركز الأول في منافسات وزن 75 كيلوغرام، متفوقة على البيلاروسية داريا ناوماذا والإسبانية ليديا فالنتين التي نالت الميدالية البرونزية. وفي رياضة الترامبولين فردي سيدات، أحرزت الكندية روزي ماكلينان الميدالية الذهبية في المنافسة، وعادت الفضية للبريطانية باريوني بايك والبرونزية للصينية دان لي. في كرة المضرب، نجح الثنائي الإسباني رافائيل نادال ومارك لوبيز من نيل ذهبية نهائي زوج رجال بعد تغلبهم على الثنائي الروماني فلورين ميرجيا وهوريا تيكاو.